مرحبا بكم في البارتي 5 في الفورماسيون جو فيديو افيك يونيتي 3D. قبل ما نبدا التيتو نحب نحكي لكم شويه على التكنولوجيا اللي باش نخدموا بها. نتصور برشا منكم يعرفوها والا سمعوا عليها قبل، خاطر تكنولوجيا متطوره وعندها افينير كبير وبرشا شركات عالميه يطوروا فيها ويخدموا عليها. علاش؟ على خاطرها باش تسهل لنا حياتنا اليوميه، وحاليا عامله ثوره في عالم التكنولوجيا. التكنولوجيا هذه كانت موجودة قبل نشوفوا فيها في لي فيلم متاع سيونس فيكسيون، وتوا ولات موجودة في الموند ريال متاعنا. ما نطولش عليكم برشا، التكنولوجيا هذه اللي هي لا رياليتي اوغمونتي. نعطيكم ديفينيسيون سامبل على رياليتي اوغمونتي اللي هي عندها بوكو دي ديفينيسيون. رياليتي اوغمونتي هي لاجو والا سوبر بوزيسيون دي زوبجي فيرتيال دون ان موند ريال ان طون ريال. التكنولوجي هذه ظهرت في لينت جوجل جلاس، كما نشوفوا في التصويره هذه توريكم الاستعمالات نتاع جوجل جلاس اللي منها هي تنجم تسجل الصوت، تنجم تكونسلتي الكونت نتاع جوجل بلس، تشوف الوقت، تشوف الطقس، تبعث دي ميساج، تقبل تجاوب على دي ميساج، تعمل كابتير ديكران، والا ميم زاد كونفيرونس سكايب اون ديريكت. وهذه اللينت نتاع جوجل جلاس. حاجه اخرى اللي هي طياره على الاخر واللي باش تكون لو فيتير بي سي دي بي سي نتاع الفيتير، اللي هي مايكروسوفت هولو لانس، وهذه الكاسك نتاعها. وكما نشوفوا لهنا كيفاش باش ترد لي شامبر نتاعنا، معناها السيستم لي زانترفاس الموجوده في لي سيستم سكايب يوتيوب كل شيء ولي موجود عندك في الشامبر. ميم لي جو فيديو تنجم ترد الشامبر نتاعك والا اي بارتي في الدار تردها كوميتون ان ليفل دان جو فيديو. الاوكيليس ريفت زاد تخليك معناها تدخل في موند نتاع رياليتي اوغمونتي موند فيرتيال، والا تبدا كما حكينا في الشامبر نتاعك وتزيدك دي زوبجي فيرتيال تعمل انتراكتيفيتي معاهم ديريكتومون. واللي التكنولوجيا هذه كما نشوفوا باش تعمل ثورة كبيرة وباش تبدل ليغو نتاع لي جو فيديو. التكنولوجيا هذه يستعملوها زادة في الكابيني دي سياج فيرتيال، معناها من غير ما تبقى تبدل في حوايجك والكل، ديريكتومون مقابلتك انترفاس ايكرون ديريكتومون تختار شنية اللبسة اللي حاجتك بها وتجربها على البدن متاعك من غير ما تلبسها. ال جي زاد مهتمه بالدومين هذا وعملت الكاسك نتاع رياليتي اوغمونتي اللي معناها تمشي مع التليفون نتاعها جي 3. وكما نشوفوا احنا باش نعملوا اليوم في التيتو نتاعنا حاجه كيف من هكا، يبدا عندك اوبجي 3D وتحط الماركر والا التارجت في يدك باش يظهر الاوبجي 3D في الماركر هذاك، وهكا نكونوا معناها زدنا اوبجي فيرتيال للموند ريال. وحاجه اخرى كيما حكينا انه رياليتي اوغمونتي باش تبدل الجو نتاع لي جو فيديو، باغ اكزومبل الجو نتاع يوغيو كيما نشوفوا دي كارت والكل باش تلعبها ما فيها حتى جو. باغ كونتر كي نزيدوها لوزيفي نتاع تكنولوجي رياليتي اوغمونتي تولي وين ديبلاسي الكارت نتاعك اون فاس دو كاميرا باش يطلع لوبجي 3D، باش يطلع للبيرسوناج هذاك نتاع الكارت، وباش تولي جو حلوه برشا. الور نمشيو للسيت اوفيسيال نتاع ليكستنسيون رياليتي اوغمونتي كوالكوم فيفوريا، نعملو انسكريبسيون كالعادة. انترفاس بتاع الانسكريبسيون سهل برشا، first name last name email confirm email password. بعد ما تعملو كرياسيون دان كونت نكونكتيو على الكونت متاعنا ونمشيو داونلود باش نهبطو ال SDK فيفوريا 5 SDK. نمشيو لهنا داونلود فور يونيتي كليكي تعمل I agree
وديريكتومون تبدا تيليشارجمون نتاع الاكستنسيون نتاعنا. انا ديجا جي تيليشارجي الاكستنسيون حطيتها في البيرو. نمشيو باش نهبطو حاجه اخرى, نمشيو ديفلوب باش نصنعو التارجت نتاعنا. اول حاجه باش نعملو ليسنس كي, هذه لازم كل ابليكاسيون رياليتي اوغمونتي بالليسن كي نتاعها. اد ليسنس كي نسميو الابليكاسيون باغ اكزومبل ER Augmented Reality App 2015. نختارو ديفايس يا اما موبايل ولا ديجيتال افريوير, انا تخدم على كل شيء. ونختارو هذه ستارتر نو تشارج بلاش فلوس. نيكست, نعملو كونفيرماسيون, كونفيرم, ونجي نشوفو لهنا اي ار اب 2015 تصنعت. كيف نحلو؟ يجينا ليسونس كي, نعملو له كوبي باش نستحقوهم. بعد نمشيو للتارجت مانجر باش نصنعو التارجت اللي لوبجي نتاعنا باش يعمل عليه سوبر بوزيسيون. اد داتابيس, داتابيس نسموها باغ اكزومبل باز, خليها ديفايس كريي. نشوفوا هنا تزادت الباز دوني, ندخلو باش نعملو اد تارجت. تبدا عندك انت تصويره امبريمي والا تهب التصويره من الانترنت وتمبريمها باش من بعد تستعملها هي كتارجت, ولازم تزيدها لهنا في الباز دوني نتاع الاكستنسيون. نمشيو, انا عندي تصويره هوني, وتصويره من المستحسن تكون فيها دي كولير, انا فيها اكثر ديتاي كولير الكل باش الكاميرا من بعد معناها تصير ريكونيسونس نتاع الفورم بالباهي. ونجيو لهنا بروبريتي ديتاي, ونشوفو الويدث نتاع ليماج هو 512 بيكسل. اوكي, نرجع للسيت براوز, نختار ليماج نتاعي ونجي لهنا نحط الويدث نتاعها اللي هي 512. حاب نبدل الاسم نتاعها ولا نخليه اد uploading target. وحاجة مهمة برشا باش تعرف التارجت نتاعك تصويرة تركبل ولا لا, معناها كبتها الكاميرا بالباهي ولا, فما ريتنج يلزم تكون على الأقل 5 إتوال ولا 4 إتوال مينيموم. إذا جات أقل ولا ما جات حتى إتوال تولي تبدل إيماج أخرى باش تكون تركبل خير. بعد نمشي داونلود داتابيز, تختار يونيتي اديتر وتعمل داونلود. انا جي ديجا تليشارجي. اوكي, عندي الحاجتين هذوما, باز دوني اللي فيها التارجت وعندي الاكستنسيون. نمشي نحل يونيتي ونعمل كرياسيون تاع نوفو بروجي نيو, سميها كما سميناها في ليسنس كي اي ار اب 2015. خلي لومبلاسمون هذيك, نبدل 3D ونعمل كريت بروجكت. تحللنا اليونيتي, نمشيو دوبل كليك على فيفوريا يونيتي باش تزيد ليكستنسيون في وسط اليونيتي. فوالا, نعملو امبورت باش يتزادو لهنا في البروجيكت بانل. دي دوسي تاع ليزو تيم تاع رياليتي اوغمونتي باش نستعملهم في الابليكاسيون.
بعد ما كملت الامبورتاسيون نشوفوا لي دوسي تزادونا فيفوريا نمشيو كيف كيف باش نامبورتو الايماج تارجت باش نزيدو الباز دوني اللي تيليشارجيناها امبورت سي بون توا نمشيو نحو المين كاميرا اللي هي وقت اللي نلانسيو جو كيما شفنا في لي بارتي الاخرين في الفورماسيون باش تجينا لهنا في ليكرون مي احنا نحبو رياليتي اوغمونتي اللي هي تصير بالكاميرا معناها باش تتحل الكاميرا الويب كام تاعنا ونورو لها التارجت باش تصير سوبر بوزيسيون تاع لوبجي فيرتيال على التارجت هذاك اوكي نفسخو المين كاميرا ونبدلوها بالاي ار كاميرا اوغمونتد رياليتي كاميرا فوالا ونزيدو زادا الايماج تارجت ونجيو لهنا في الايماج تارجت ونزيدو الداتا سيت نزيدو الباز دوني متاعنا ونشوفو التصويرة كيفاش تظهر بعد شوية الكاميرا voilà هكا سي بون باهي فما كالك كونفيغوراسيون للاي ار كاميرا كيما نشوفو لهنا اب ليسنس كي نرجعو للسيت نمشيو ليسنس كي ليسنس مانجر ونمشيو نعملو كوبي لليسنس كي اللي صنعناهم بكري كوبي بيست ونهبطو لوطا شوي لود داتا سيت بيس نعملوها اكتف توا كل شيء مريقل ليتاب الاخرى باش نزيدو اوبجي 3 دي ونحطوه في وسط الايماج تارجت باش نمشي للسيت اوفيسيال نتاع اليونيتي الاسيت ستور باش نتيليشارجي لوبجي 3 دي هذا ريد ساموراي open in unity باش تحلي الاسيت ستور في اليونيتي انتم احرار تنجموا تيليشارجيو اي اوبجي يعجبكم داونلود اوكي الاوبجي متاعنا حاضر باش نزيدوه للايماج تارجت علاش اخترت لوبجي هذا على خاطر فيه كاتر انيماسيون طيارة على الاخر الايدل الوالك والران والاتاك تنشوفهم بعد الريزلتان تاعهم كيفاه اوكي نرجع للسين متاعي نمشي لهنا البريفاب عنا الساموراي drag and drop في وسط الـ image target نقصه في الطاية متاعو هكا سي بون نورمالمون شوفو ملي في الكل اوكي نعملو تيست الكاميرا متاعي مش واضحة بالباهي
هذه التارجت كما نشوفه يكتب لنا trackable target found ويطلع لوبجي 3D متاعنا بالانيماسيون متاعه كل شيء، ونشوفه وقت ينحرك التارجت يتحرك معها الأوبجي. نجم نزيدو أوبجي آخر يبدأ يتعارك هو وياه. إن شاء الله تكون عجبتكم الفازة. وهكا نكون كملنا الفورماسيون جو فيديو افيك يونيتي 3D، واللي ختمناها بالتكنولوجي نتاع رياليتي اوغمونتي، اللي هي مام نجمو نعملو برشا حاجات خير من هكا. مش كان هذي، نجمو نزيدو دي بوتون فيرتيال، نزيدو دي زوبجي اخرين تصير الانتراكتيفيتي معاهم، نجمو نزيدو سين كاملة ليفيل تبدأ مثلا محطوطة في الطاولة بتاعك في البيرو وانتي تلعب معنا في الجو. فيها برشا حاجات، وكل واحد يولي ماجيناسيون متاعو كيفاش ينجم يعمل حاجة مخير. ان شاء الله نكون نفعتكم بالفورماسيون. تبعوا لي بارتي الكل، لي سانك بارتي الكل، وبشوي بشوي تعلموا تخدموا على اليونيتي وتوليو دي بروفيسيونيل.